مشكورين على الندوة، كلام اللي قلتوه كلام كله صحيح. ترى الشعب البحريني الكل يفهم ان ترى بطالة في البحرين على مستوى يعني تحس الشعب البحريني ما يشتغل، حتى احنا وزارة العمل من كثر ما هم يأسين ما حد يروح وزارة العمل. ليش؟ لان ما حد ملتفت لهم، مو مسألة الصحف قاعد تتكلم، الشعب كل واحد في بيته، أربعة خمسة ثلاثة أربعة ما يشتغلون، مصاريف عليهم. يعني زين ان 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 الابو في البيت قاعد يغطي. بعطيكم شيء واحد، اول اجانب في البحرين 60% و40% بحرينيين، هذه واحد. الشيء الثاني، تشوفون شعب البحريني عاطلين على العمل وعندهم مؤهلات مثل ما طرحته، وعندهم كل شيء عندهم. لاحظ يعني الكل عارف شلون نادي الهندي يفتح محل حق التوظيف هالطريقة. ليش؟ لو ما حصل باور كان ما فتح محل حق التوظيف. فاتحين محل حق التوظيف حق في نادي الهندي، فاتحين محل حق التوظيف حق الهنود. يعني وين وزارة العمل؟ وين الشعب البحريني؟ وهم عبارة ما فتحوا إلا بثقة، مو كفو يفتحون منه والدرب، فاتحينه بثقة. يعني ليش تفتح الشركة والشعب البحريني عاطلين عن العمل؟ مشكورين. الحين الدكتورة هدى المحمود. مرحبا. طبعا يعني انتراكسمو يعني اجتماع هام علشان اجيكم، لان موضوع الشباب صراحه موضوع جدا جدا مهم. بس سمحوا لي انا اطرح وجهه نظر مغايره تماما، ان شاء الله يا رب يتسع صدركم لها، لان انتم شباب شوي يعني يطيشون بسرعه. ما نسمع صوتي؟ اوكي. انا بطرح وجهه نظر مغايره مختلفه، اوكي؟ لاني انا يعز علي شباب البحرين انه يقعد في هالموقع، انزين النادب، يعني الاوضاع لازم نفهمها ان هي متراديه على كل مجال. احنا بالنسبه حق البحرين عندنا ازمه على مستوى، او عندنا اشكاليه كبيره على المستوى الاقتصادي، المستوى التعليمي، المستوى الاجتماعي والاسري والمستوى الاقتصادي. فاحنا يعني مثل ما قلتوا ما في تخطيط، لا ما في تخطيط لا على مستوى الفرد، لا على مستوى الاسره والجماعه، ولا على مستوى الدوله. وكلنا نمشي بالبركه، اوكي، والله يعلم وين البركه دي تودينا، الظاهر احنا بنروح في داهيه يعني. بس يعني ماشي، بس اذا كنتوا تعتقدون ان ازمه الشباب ازمه محليه فانتوا واهمين. الشباب ترى حتى في الدول الديمقراطيه المتقدمه، زين خدعونا وايد بالديمقراطيه، ترى حتى هم قاعدين يراجعون ديمقراطياتهم. الشباب هو قوه كامنه تخشاها القوى المتمسكه المتمكنه والمهيمنه، هاي بدون شك معروف. ليش؟ لان انتم طاقه المستقبل، وانتم يعني باي اول مينز انتم حق المستقبل، واحنا دورنا يعني او الادوار يعني بهاتكم يعني هذيل اجيال حتما متراجعه. لهذا في تحدي انتم لازم تكونون كشباب يعني تدخلون في مرحله التحدي. الروح اللي عندكم لازم تكون روح الفايترز، مو بالفايترز على مستوانا احنا نروح نناطح طواحين الهواء، لا، انا قصدي الطموح اللي شعلته تخلي الانسان يثق في نفسه. اولا احنا شبابنا للاسف، هاي الشباب البحريني الممتاز اللي كان من اجيال سابقه كانوا شباب يشيلون اسر ويشيلون بيوت ويشيلون وطن، اوكي، وكان يفخر بهم. اليوم عندنا شباب لا يثق في نفسه ولا يثق في الاخر ولا يثق في مجتمعه، عنده مشكله ثقه صعبه. طيب هذه كيف راح ينافس الاجنبي؟ الاجنبي موجود، اللوبيات اللي تتكلمون عنها الاجنبيه ساندينها لوبيات تجار ومتمصلحين، لو ما ساندينهم موجدوا. يعني لا تسفيست، وهذه هاي لازم نتكلم فيها بشفافيه. الاجانب ما طاروا من المريخ ويوونا،
يو ومصالحهم يعني تتماهى مع مصالح ناس هني. اوكي سو انتم كشباب اوكي انتم طاقه فاعله، انتم طاقه عامله، انتم طاقه تستطيعون ان تخلقون شيء من العدم. لا تقعدون تندبون، لا تقعدون تقولون الحكومه ما سوت. ان شاء الله انسوا سالفه الحكومه، انسوها انسوها، ما عليكم تسييس يسيسونكم عشان انسوا الحكومه. زين انتوا طاقه ممكن ان انتوا يعني تخلقون لكم مشاريع بنفسكم وتبتدون على نفسكم بنفسكم. انا ادري ان الكل ضدكم، اولها المنظومه التعليميه، المنظومه التعليميه يعني تبي تسطح مخكم تصيرون متخلفين عقليا صراحه. اللي يبون يطلعون يطلعون ناس متسطحين تماما، يعني هذا العقل باي وسيله يريدون يقضون عليه. طيب فايتت زين، يعني انتم لا تستسلمون. اليوم التعليم ما عاد في المدرسه ولا عاد في الجامعه، التعليم ايفريوير، تحط النت وتخل وخذ لك كورسات ولا عليك منهم. اليوم اليوم الوظائف ما عادت وظيفه في مكتب، وظيفه في وزاره، ووظيفه في شركه. الوظائف الان يعني ترانسفير مثل ما يقولون. الوظائف اليوم اوكي وقد تشوفونها باديه وبتي بشكل اوسع. وترى اذا ما انتبهتوا لها انتم كشباب اوكي احنا خلصنا دورنا، بس انتم كشباب اذا ما انتبهتوا لها ترى بتخرجون خارج اللعبه تماما. لان اليوم الوظائف زين، حتى المحامي حتى الطبيب زين، في مفاهيم جديده حق شلون ممارسه الطب، ممارسه العلم. ولا عليكم اللي قالوا لكم الاونلاين، الاونلاين اليوم مو بس دراسه، الاونلاين ناو عمل. يعني في في رجال اعمال سكرتيراتهم موجودين في الهند، موجودين في باكستان، موجودين في معروف سكرتيراتهم اللي مشون امورهم اليوميه. لهذا انتم لازم شو يسمونه تشينج البارادايم، تغيرون التفكير مالكم. لازم تغيرون التفكير مالكم. هدوا مساله ان انتم والله الحكومه سوت، والله احنا ما اعطونا، فرقتت. اذا بتمون هاللون ترى يعني بتكونون في بوزيشن كلش صعب. إيه؟ لان انتوا قوه. زين لازم تؤمنون بنفسكم. انا اعتقد مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت جمعيات سياسيه، اتمنى يعني تطلع من شرنقتها، مؤسسات تطوعيه، ما حد بيجيك يتطوع اذا كان العمل ممل روتيني تقليدي عفى عليه الزمن. ما حد الشباب الحين تفكيرهم غير ونظرتهم غير وامانيهم غير وعملهم غير. اوكي سو يعني ما بيونك يمارسون اشياء ببساطه. اي انسان اذا مو بانترستد في الشيء اللي يسويه ما بيجيك ببساطه، مو لانه متخاذل ولا لانه ولا لا لا. تقدم شيء يجذبه بينجذب، اما بتسوي له اشياء يعني عفى عليها الزمن. حتى التطوع، التطوع الان عالمي، التطوع عالمي الان. زين تغيرات المناخ انت ممكن يو كان جوين ذم في البروتست هذه اوكي وانت قاعد في مكانك. Alright. يعني انا قصدي انتم الشباب، يمكن احنا في ناس خلاص عقولنا تحجرت او يعني اوبسليت صارت، بس انتم لا، انتم لا. سو انا ما ابي يعني انا يحزنني صراحه ان في شباب يتحجون بهالمنطق. ما في فرص عمل انتم تخلقونها. انا عارف في ناس تفنشوا او فنشوهم او whatever، خلقوا لهم وعاشوا وطلعوا لهم يعني. وخصوصا البحرينيين انتوا تذكروا، لا تذكرون، انا ما احب التاريخ، لا ترجعون للتاريخ، تاريخ جدا صعب. لان اعرف في وين من جانب من التاريخ بتطبون. بس انتوا كشباب كانوا في شباب فاعلين وعاملين وواثقين من نفسهم. هذه صوره الشاب اللي نبي نشوفه. اوكي هذه صوره الشاب، مو يتحدى ويكسر الاولي والتالي، لان هاي ما بتمشي. اوكي ظروفكم مثل ظروف كل شباب، حتى في امريكا ترى، في امريكا يواجهون صعاب حقيقيه عشان يطلعون ويثبتون نفسهم. على فكره في امريكا يمكن 70% 60% ما يدشون جامعات، خلص توجيهي وبس، ويروح يدور يدش سوق العمل. بس يدش سوق العمل بمزاجه، ما ينتظر لا حكومه واظفه ولا قطاع خاص واظفه ولا، عرفت شلون؟ سو يعني لازم هاي التشينج في البارادايم، لازم يصير تفكير، لازم احموا عقلكم، هذه وايد مهم. بدون حمايه العقل
You'll be in trouble. شكرا. مساء الخير جميعا. حقيقة شكرا الشباب على هذه يعني الندوة. أنا عندي عتب وعندي شكر وعندي سؤال. العتب الأول، أنتوا كشباب، أنت رئيس جمعية، أنت مفروض عندك أعضاء شباب، يعني عندك معارف، عندك وين الحضور اللي موجودين هنا؟ كنا نتمنى وجود شباب هنا الموجودين. هذا الكلام يوجه لهم. الجمعية، أنا أعتب على الجمعية نفسها، المنبر التقدمي، مع شكرنا لها قامت هذه الندوة. وين اللجان الشبابية اللي عندكم؟ إذا كان اليوم موجودين في هذه القاعة، متى بيكونوا متواجدين؟ وين خلقكم لجيل ثاني شبابي يدير هذه الندوات ويستمع ويطرح ويسوي مداخلات؟ يعني هذا عتب عليكم انتم كشباب اللي تنظمون هاي الندوة. انت جيب جماعتك، خلنا نشوف شنو هم يسوون مداخلات من معاناتهم. طبعا اشكر الشباب اللي موجودين، لا يقولون ما في شباب، بعد في شباب، نشكرهم على وجودهم. الاستاذ السيد فلاح، انت قلت 40% المجتمع شبابي في البحرين، اوكي، هذا المجتمع الشبابي ما تقدر تسوي فيه حل غير ان انت تطلب من الحكومه. الان انتم بينتوا ان الحكومه غير منصفه، تميز، تكل بمكيالين، لا تساوي بالفرص، لا لا، وهذا واقع الناس كلها عايشه لنا. طيب انت شنو تقدر تسوي بهالشباب غير ان تلجا للحكومه؟ في قسم الدكتوره قالت خلها تروح تبحث عن وظيفه وتدور، اوكي، وبعد نبغيكم ندوه ثانيه تجون تحطوا لنا حل بهال 40% والطاقة الشبابية يفرضون على الحكومة حل سلمي، ما أريد نسوي شيء ثاني، بس يطلعون مسيرة سلمية، يسووا لنا شيء، نشوف الكم الهائل من الشباب العاطل على العمل، على أساس نقول وزارة العمل أرقامك غير صحيحة. أتمنى تقيمون ندوة، مشكورين طبعا أنتون أنه تجيبوا لنا حل. أما هذه اللي قلتون أنتون، الكل اللي جالس في هذا يعرفه، يمكن يعرف أكثر بعد، فنتمنى مرة ثانية يعني تعصرون أدمغتكم مع الشباب اللي معاكم في وجود حلول مقبولة من قبل المجتمع. شكرا جزيلا. في بس شخص قبل الرفيق أحمد منصور رفع إيده، الأستاذ بس. مساء الخير. أولا شكرا للمنبر الذي يبقي هذه المنصة الثقافية مفتوحة دائما في زمن عزت فيه المنصات الثقافية والسياسية في هذه البلد. في الحقيقة هاي الندوة مهمة جدا كما أشار الأخوان اللي قبلي، لكن يعني أنا بودي أثير مجموعة من النقاط. أولا، حكومتنا الرشيدة نجحت في تخفيض سقف التوقعات والطموح لدى الشباب في البحرين. في السابق كان أي شخص أو أي شاب يدرس لكي تفتح أمام آفاق المستقبل، الآن أي شاب يدرس لكي يحظى بوظيفة مدعومة من تمكين بمبلغ لا يزيد عن 450 دينار. وبالتالي هناك تثبيت، هناك سياسة تثبيت وتدجين للشباب، هناك حالة منظمة واستراتيجية ومخططة. أنا لا أتفق بأن ما هناك تخطيط، هناك تخطيط والتخطيط ناجح. لذلك تجد معظم شبابنا اللي يتخرجون هم أنه يحصل وظيفة، والميزة الوحيدة اللي عنده كبحريني أنه مدعوم من تمكين بنسبة 70% ثم 50% ثم 30%، ولذلك الشركات والقطاع الخاص يتعامل معه على أنه أساسا موظف مؤقت ليس موظف دائم. بعد ما تخلص سنوات الدعم يقول له مع السلامة. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا ألاحظ شغلة مهمة جدا، إنه شباب البحرين
منذ الأربعينات ويمكن من قبل نجحوا في أن يصلوا إلى الجامعات خارج البحرين، وتعبوا على نفسهم بأنهم اللي يروحون يفتحون مواقع الدراسة ويحصلون فرص التعليم العالي بدون دعم الحكومة. لذلك في سنوات سابقة فتحت روابط لطلبة البحرين في كثير من الدول، وهذه الروابط تمكنت من تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين في عام 1972 حتى قضي عليه في عام 1984 أو 85. تمام؟ هذا الشباب كان يعبر عن الطموح اللي في البحرين. أنا تقديري هذه الروح الشابة لا تزال موجودة، لكننا في البحرين كحكومة من جهة وكأسر ومجتمع من جهة أخرى حصرناها وحكرناها وحبسناها في إطار ضيق. الشباب اللي راحوا ودرسوا عقب ما يدرسون يجون يقعدون في البحرين يحطون يدهم على خدهم. السؤال ليش؟ أرض الله واسعة، ليست دعوة للهجرة وليست دعوة إلى المغادرة، ولكن إذا في فرص في خارج البحرين خلينا نلتقطها. ليش نجي نقعد هنا 10 سنوات ما نشتغل ونقول إن الحكومة ما شغلتنا؟ الحكومة تبغيك تقعد 10 سنوات بدون ما تشتغل، الحكومة تبغي دخل الأسرة عندك يكون ما يسمح لك تتزوج إلا فوق عمرك 35 سنة، الحكومة تبغيك أنت كشاب بحريني ما تقدر تكون أسرة إلا بعدد 2 إلى 3 أطفال، الحكومة قاعدة تخطط هالشكل، على الأقل تغيير هذا الموجود على أرض الواقع. زين أنا ما أتكلم عن إن في دراسة موجودة ولا شيء، لكن أنت واقعاً الأول كان سن الزواج في 20 سنة تقريباً، 25 سنة ماكسيمم. اليوم اللي يتزوج عمره 30 سنة محظوظ جداً محظوظ. إذن هناك من يخطط إلى أن يؤجل أجيال أخرى. نقطة أخرى، أي مجتمع على أساس يكون مجتمع قوي ومتماسك يجب أن تكون الطبقة الوسطى فيه طبقة متماسكة وواسعة ومنتشرة. كلما اتسعت الطبقة الوسطى كلما كان ذلك دليل على العافية. وين الطبقة الوسطى اليوم؟ الطبقة الوسطى في البحرين هم الأجانب وتحديدا الآسيويين. لذلك نجد أنه في الجالية الهندية 320 ألف، الجالية البنغالية في حدود 120 ألف، الجالية الباكستانية في حدود 100 ألف. هذه هم الطبقة الوسطى، وبالتالي أنت تتكلم عن مافيات. طبيعي إذا في 320 ألف هندي موجود في البحرين لازم يسوون مافيا. طبيعي لما يكون في 120 ألف ولا 150 ألف بنغالي في البحرين لازم يسوون مافيا، لما يكون في حدود من 75 إلى 100 ألف باكستاني لازم يسوون مافيا. وخص على ذلك الجاليات الأخرى الهنود والأوروبيين وإلى آخر إلى آخر. الأخ سيد مجيد تكلم عن موضوع التنمية البشرية، وأنا آسف على الإطالة. الموارد البشرية والتنمية البشرية هو في النهاية هذا بوابة للعمل. هناك من تعمد تدمير هذه البوابة أو قفلها أمام البحرينيين وفتحها أمام الأجانب، ولذلك طبيعي إن الهندي يجيب هندي والباكستاني يجيب باكستاني والإنجليزي يجيب إنجليزي والأمريكي يجيب أمريكي. والدليل شركة مثل شركات أسري، مثل شركة أسري لما جاب بريطاني صارت القيادة كلها أجانب من فوقها لتحتها، زين إلى درجة أن انخفض نسبة العمالة البحرينية فيها إلى أقل من 20%. تمام؟ يحضرني مثال وأنا آسف على الإطالة مرة أخرى. في فترة سابقة في المملكة العربية السعودية كان نسبة التعليم عالية جدا في الخارج. الحكومة السعودية كانت تبتعث عدد كبير جدا من الطلبة للدراسة في أمريكا، في أوروبا، في فرنسا، في كل مكان. ولكن هاي الخريجين لما كانوا يرجعون السعودية يردون يكونون أولاد بيئتهم. تحصل كل واحد لابس عبايته ولابس برق عماله ولابس مش عارف إيش. المجتمع ضاغط عليهم ولذلك ما كانوا ينفتحون. جاء محمد بن سلمان فتح لهم السعودية صاروا كلهم يرقصون في الشارع. مفتوحة السعودية صارت الحين عادي ولا لا؟ زين، لأن الناس حصلت فرصة تنطلق. تمام؟ إحنا مشكلتنا أولادنا إحنا حابسينهم.
نقول لهم قاعد ينتظر الوظيفة، لا ينتظر الوظيفة خليه يروح يدور وظائف برا زين ويريد يرجع. مثال آخر وأنا مرة أخرى آسف على الإطالة، لبنان 9 مليون نسمة خارج لبنان، فلسطين اليوم عدد الفلسطينيين 12 مليون نسمة. صح الفلسطيني مشردين، لكن مجتمع من أعلى المجتمعات تحصيل دراسي ومن أعلى المجتمعات نسبة الدراسة في 12 مليون، في حدود 6 مليون داخل فلسطين وفي حدود 6 مليون خارج فلسطين. هذولين ما قاعدين متورطين، ما قاعد يتبشون يقولوا ما عندنا وظيفة يا جماعة، ما عندنا شغل وما عندنا كذا، لا قاعدين يدرسون وقاعدين يحصلون شهادات عليا وقاعدين يبدعون وإلى آخره وإلى آخره. وشفتون ايضا في التقارير انه بعض الطلبه السعوديات والعرب بشكل عام نبغوا في المجتمعات الاوروبيه وصاروا يعني من الناس المبتكرين والى اخره. لذلك انا اعتقد احنا مطالبين كمجتمع، كمؤسسات مجتمع، كافراد، كنشطاء، ان نفتح الباب لابنائنا لكي يبحثوا عن فرص العمل في اي مكان. وبدل ما يكون عندنا يعني معذرة على الكلمة، بدل ما يكون عندنا مطاردين ومشردين ومبعدين ومسقط جنسياتهم في كل دول العالم، خلي يكون عندنا جاليات تنتج يا أخي، خلي يكون عندنا جالية عربية بحرينية موجودة في أوروبا، بس عندهم وظائف يردون يرجعون، مو لازم كلهم مطرودين ولا كلهم شو اسمه مسقطة جنسياتهم. زين انا اعتقد هناك حاجه للانفتاح والتفكير بحريه اكبر ورفع سقف التفكير. وشكرا واسف على الاطاله. شكرا. الحين الرفيق احمد منصور. شكرا لاتاحه الفرصه. الحقيقة بالنسبة للشباب، بالنسبة لل يعني طموحاته ودي يعني، والحقيقة بالنسبة للشباب عموما يعني موضوع أو هم يعني ذو شجون كثيرة. يعني الآن طبعا شبابنا نمط الحياة اختلف تماما. يعني ما نريد احنا نقارن يعني قبل والحين، ودائما مقارنات ودائما نجلد انفسنا نقول كنا ودي واولادنا حين غير، لا، لكن احنا كنا الاول مو شرط ان حين خريج جامعه يحصل وظيفه بسيطه ودي ما يشتغل. حتى اطباء كانوا أطباء عندنا يدور لأي وظيفة يشتغل يمشي حاله. الآن لا، الآن لا ابن الفقير ولا ابن الإنسان المتوسط ولا ابن حتى التاجر ما يكلف روحه. فيعني وبعدين في يأس، في إحباط. كنا قبل نفكر إن إحنا في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إن البلد خلاص بتتقدم للأمام. طبعاً في قرارات سياسية في كذا، هذه قضت على كثير من الطموحات في مجال الشباب، في مجال البطالة، في مجال يعني البطالة يتراوى الإنسان أنهم قاعدين يقللون منها، لكن ما في شيء جدي للقضاء على البطالة. فإحنا حين نقول للمحاضرين الكريمين يعني ما العمل؟ وش نسوي؟ يعني هل يعني توعية الناس أكثر ويعني عمل دراسات لمنظمات المجتمع المدني وحث الشباب أو ماذا؟ شكراً. الآن مع كلمة الرفيق فاضل. في البداية الشكر موصول إلى الأستاذ حسين نسكافي وإلى الرفيق مجيد وإلى مدير الندوة الرفيق حسين غنام.
الموضوع مثل ما ذكروا اللي قبلي سبقوني، هذا موضوع ذو شجون. الشباب يعني هم المستقبل، اذا كسبت يعني اذا تريد تكسب يعني تروح لنحو المستقبل عليك كسب الشباب، فالشباب هم المستقبل. يعني بدون الشباب اي حركه لن تتطور لن تستمر. ولكن في يعني بعض التساؤلات فقط لدي وبعض الاجابات على ما طرحها حتى الاستاذ محمد حسن فيما يتصل في مساله اللهوه، ان المتعلمين والجيدين ليش يضلون يطلعون برا. انا لا مو مع هذه الفكره، يعني مو قصد الاختلاف وياك يا استاذ محمد بقدر ما هو ان كيف ناس متعلمين يهدون وطنهم ويطلعون. احنا هني اذا هدينا الوطن وطلعنا كشباب ولجأنا للخارج، في من يملا المحلات الشاغله للموظفين؟ لا، لان في وظائف، ولكن على الشباب يواصل. أنا حتى مثلا يتخرج طبيب لا يكتفي بطبيب، خاصة هناك احتياجات تخصصات موجودة عليها أطباء بحرينيين، أو إلى الحين ما درسوا بحرينيين هذا التخصص محتاجين. وإذا كان متفوق كطبيب ممكن يواصل تخصص ماله حتى في النهاية راح في النهاية في وطنه بيحصل على عمل، لأن هذا التخصص مو موجود. يعني ممكن يفكر، انا اتفق يا الدكتوره هدى لما قالت خليه يبحثون عن طرق واساليب. في قضايا كثيره ممكن الشباب يبدعون فيها ينتجوا. انا ما اقدر احط افكار اليوم اللي افكاري قبل 30 و40 سنه لما كنا نفكر كشباب سواء في منظمات الشبابيه او الطلابيه. لا، اليوم الواقع هم يصنعون بانفسهم، هؤلاء الشباب هم اللي يصنعون، هم اللي يحطون الرؤى ويحددون الاهداف ويحددون كل شيء، وليس نحن. احنا مرينا بتجربه، صحيح اتفق اياك، تجربه الاتحاد الوطني لطلبه البحرين تجربه جدا رائعه. واليوم كبار الطلاب او كبار من كانوا في يوم من الايام طلبه، كبار الموظفين والتكنوقراط في البحرين عندهم يعني مناصب وبوزيشن كبير بفضل التعلم. وكان الاتحاد الوطني سوى بعثات يعني حصلوا عن طريق الحركة اللي هو الوطنية، قدموا للعديد من الطلبة بعثات، أو سوى الاتحاد الوطني يحصل على مساعدات من بعض الدول العربية. فبالتالي جو ناس متعلمين فادوا الوطن، شالوا الوطن، بنوا الوطن. يعني من طوال فترة السبعينيات، من الستينات خلنا نقول، بس احنا ناخذ فترة على الأقل السبعينيات وطالع، بفضل من، وإضافة إلى الحركة العمالية والنقابية لها دور كبير في التوعية في العمل النقابي. اليوم مثلا هذه لما نتكلم احنا عن العاطلين، وين دور الاتحادات؟ وين دور الحركة النقابية؟ جدا مهمة. احنا لازم نتكلم بواقايع، لابد على الشباب يصبر ويناضل. والنضال شلون يصير؟ عبر منظمات، عبر منظمات. الشغلة الثانية، الآن في ركود سياسي شبابي طلابي يريد تنشيط الفعالية. جت أجواء الانفراج في 2001 عطت زخم ودفع للذين لفترة ما كانوا غير ناشطين، نشطوا. الآن من جديد بعد 2011 ردينا بشكل أو بآخر، يعني قل نشاط كثير من الناس، فيريد دفعة جديدة. فبالتالي الإبداع والمستقبل أنا أقول مع الشباب، والشباب مهما كانت الظروف قاسية ولكن هذا وطنكم، لا يطلعون من هذا الوطن. وأنا مع أن البقاء ليهم مهما كانت الظروف صعبة وقاسية، أنا أعتقد في النهاية بيحصلون على حقوقهم مهما كانت الظروف صعبة. وشكرا. الآن مع الرفيق هشام سلمان. السلام عليكم. أول شيء أشكر المقدمين الورقة، ورقة واجب مهمة. بس أنا طبعاً ما أتفق ويا كلام دكتورة هدى وحسن العرادي طبعاً، لأن يعني أوكي كلامهم جميل جداً، أوكي كأوبشن إنه لازم يكون عندك أوبشنات أنت، إنه سواء في البحرين ولا برا البحرين. بس الشغلة الأهم اللي هي يكون أوبشن وان، إنه هو يكون في بلده، انه يحاول قد ما يقدر انه ينتج ويبدع في بلده، وبعدين اذا ما قدر في البحرين يشوف الاوبشن الثاني اللي هو يكون برا البحرين. بس انك اوبشن انه خلاص هد الديره وروح، لا. بس لا بقول يعني. شكرا. شكرا للرفيق سلمان. الان مع الرفيقه ايمان شويطر.
شكرا. آخر مداخلة طبعا بنغلق باب المداخلات عشان الوقت بس. شكرا شكرا لمدير الندوة وشكرا للمنتدين أبناءنا أخواننا الشباب. يعني أنا نفس الشيء يمكن أختلف مع الدكتورة الأخت العزيزة هدى المحمود، يعني يمكن أختلف معها من وجهة نظر ثانية، لكن ما أختلف في كلامها، لكنها أختلف من حيث أنها هي حملت الشباب الموجودين على المنصة وأمثالهم هم ممثلين عن جمعياتهم السياسية، جمعياتهم قصدي الشبابية، أكثر من طاقتهم. يعني نتفق، اتفقنا كلنا، كل المتداخلين وكل وحتى المنتدين اتفقنا على أن الخطأ أو يعني المنظومة التعليمية بشكل عام، بشكل في مناهج، في إدارة تعليم، طرق تدريس، مدرسين، يعني كل المنظومة التعليمية كلها باتجاه تسطيح الشباب وتهميشهم. وفي هذا الشيء أتفق مع الدكتورة هدى، هي أشارت. لكن أنا أشوف يعني أن المسؤولية لا تلقى فقط على الجمعيات الشبابية، لأن يعني المشكلة مو بس البطالة، يعني بتنسحب على أمور كثيرة، يعني حتى لما نقول البعثات والإعطاء، تمييز في البعثات وإعطاء يمكن بعثة من لا يستحقها، يعني يمكن حتى مخرجات هاي التعليم بتكون يعني ذات كفاءة، يعني ليست ذات كفاءة. فيعني إذن هذه المسؤولية تلقى على كل الجمعيات، جمعيات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، ومثل ما تفضل رفيق فاضل يعني الاتحاد العام لنقابات العمال، يجب وضع استراتيجية واستعراض كل يعني الحين المنتدين استعرضوا كل المشاكل والتحديات والصعوبات، يعني هذه احنا كلنا مو غافلين عنها، الكل يعني حاط يده على الجرح. وأول واحد تحدث رفيقنا أحمد السند، يعني في كل بيت في عاطلين وغيره، يعني بس احنا نبغي حل، وانا اعتقد الحل لا يكمن عند الجمعيات الشبابية، يجب وضع يعني خطة وطنية او استراتيجية معينة تتبناها كل جمعيات المجتمع المدني، ونشكل أداة ضغط لحل ولو جزء بسيط من هاي التحديات الصعوبات. شكرا. شكرا للرفيقة إيمان. والحين أخير مداخلة، بس عذرا أستاذي باختصار عشان الوقت، بس عشان السادة المحضرين بعد يكون عندهم وقت يردون على مداخلاتكم وتساؤلاتكم. شكرا للمحاضرين. بس أنا اللي بغيت أقوله الرفيق فاضل يعني كفى يعني، بس بضيف أنا شيء واحد، يعني إن المسؤول في ضرورة الوعي، والوعي مو يعني يجي عبث، يعني الوعي يتحملون المسؤولية المؤسسات اللي هي مسؤولة على الجانب المسؤول الأصلي، يعني الحكومية، إضافة لهذه المنابر الدينية مسؤولة، هي رايجة تماما، رايجة العالم كله يدري، ولكن ما في اهتمام للشبيبة في هذا الشيء، يعني لا يتكلمون عن العاطلين ولا يتكلمون عن الشبيبة ولا يتكلمون أبدا، ما في أي شيء، يعني صبغة دينية بحتة، يعني ما هذا، هي مسؤولية إضافة للمؤسسات الدولة، يعني هي مسؤولة بعد على هذا الشيء،
بس اللي قال الرفيق الرفيق فاضل جدا هو الصح، يعني هاي ضرورية، يعني هذه يعني المفروض تأخذ بها. احنا كنا من قبل، من السابق، قبل مؤسسات المجتمع المدني كانت في ناس يعني الأندية وكل شيء تخمع، لكن يعني الحكومة مسؤولة، يعني الجانب الحكومي مسؤول بعد. شكرا. الحين نغلق باب المداخلات ونعطي فرصة للأستاذ أحمد عشان يرد على التساؤلات والمداخلات. عذرا الأستاذ حسين. طبعا اشتغل جميلة جدا هذا النقاش وهذا الثراء في المداخلات. أنا ما أسمع صوت. الحين وقف، شكرا. جميل جدا هذا النقاش والثراء في المداخلات. أعتقد هذه الندوة راح تؤسس لندوات أخرى، وهذا يعني دوركم في التقدم. وأتصور في مثل لما تزداد هذه الندوات بكل تأكيد راح يزداد الحضور بشكل أكثر، وممكن يعني نوصل إلى يعني أفكار وحلول إلى هذه المواضيع. أنا طبعا في ورقتي أنا ما حصرت الموضوع في الوظيفة يعني أو في البطالة، ولكن أشوف أن اتجه الموضوع بشكل عام في المداخلات إلى فقط موضوع البطالة. نبدأ بالأستاذ أحمد، تكلم عن النادي الهندي وجرأته في إقامة الفعالية. أتصور دور المجتمع بشكل عام، خصوصا لما تناولوا الموضوع او لما تم تناول الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أداة قوية اليوم قاعدة تفرض نفسها. المسؤولين في وزارة العمل بدأوا بعد ما صار ضغط، بدأوا انهم يعني يتكلمون ويوقفون مثل هذه الفعالية اللي هم بيسوونها. فعليا هي وقفت الفعالية ولا ما وقفت؟ أنا ما أعرف، بس بكل تأكيد يعني مثل ما تفضل أستاذ محمد حسن العرادي، اليوم الهنود يعني بهذا الكم في البحرين يشكلون إليهم يعني لوبيات. هذه الفعالية هم طلعوا بشكل علني، بس بكل تأكيد أكيد يعني هناك هم عندهم في النادي الهندي كأنه جمعية نادي ثقافي، هذا بكل تأكيد أن تصير في فعاليات يعني من تحت الستار. هذا هم طلعوا في مكان ثاني، في أعتقد نادي طيران الخليج، في قاعة طيران الخليج، لكن ثق تماما أن في النادي مالهم يقيمون هذه الفعاليات، تلاقيهم بشكل أسبوعي يمكن معارض التوظيف مالهم. الآن وين المشكلة؟ المشكلة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إذا تم التأكد من مثل هذا النوع من الفعاليات، يفترض أن هذا النادي يقدم إلى المساءلة القانونية حتى يغلق بعد. لكن هل غلق هذا النادي مثلا حل؟ بعد ما أعتقد حل، لأن يعني وجود هذا العدد الكبير يعني يفرض هذا النوع من الفعاليات، وخبرة كل واحد يعني يدور على بني جلدته في مثل هذا الموضوع. الدكتورة هدى تطرقت إلى الجوانب الأحوال الاقتصادية والتعليمية والأسرية الاجتماعية، كيفية مواجهتها. أنا في بداية قبل ما نبدأ الندوة كنت أسولف مع أخو يعني الأخ مجيد، فكنت أقول له هي موضوع ثقافة، يعني في سنغافورة وفي دول شرق آسيا
بدأت تنهض بشكلها الاقتصادي الحالي، إن أولياء الأمور الأسر كانوا يعني يدفعون أبنائهم في الإجازات الصيفية يودونهم حق بعض المؤسسات الصغيرة، سواء كان يعني محلات مثلا مال يعني أدوات تكنولوجية أدوات صحية كذا. في هذه هم مو على أساس أن أولادهم يحصلون على الأموال، هم يدفعون إلى هذه الجهات حتى هذا ابنهم يتعلم في فترة الإجازة الصيفية بعد ما يتخرج من المدرسة أو من الجامعة، عنده خيار إنه هو يشتغل في تخصصه اللي درسه في الجامعة، وعنده خيار آخر لا يفتح له مشروع مثل ما تعلمه في فترة الإجازة الصيفية. هل هذه الثقافة راح تنتشر عندنا في البحرين؟ أنا أعتقد محتاجين إحنا يعني نأسس إلى هذا النوع من التفكير والوعي، وأتصور يعني مع هذا التقدم السنوات بيكون عندنا جيل ما يحتاج إنه هو يبحث عن وظيفة أو يشتغل للوظيفة، ممكن هو يكون صاحب عمل. اليوم بعض الأشخاص مثلاً اللي عندهم يمكن وظائف إحنا قد نراها إن هي متدنية، ولكن في الواقع هي يعني تدر خلنا نقول يعني فلوس كثيرة. يعني بعض اللي عندهم شباب بحرين عندهم جراجات ولا عندهم يعني شركات صغيرة، بس قدروا يوصلون. ويعني هذا نوع. شيء ثاني إن إحنا نشوف اللوبيات الأجانب طبعاً ما يروحون إلا إلى الأجنبي، يعني هندي ما يروح إلا الهندي مثلاً، برادة ما يروح إلا شو اسمه. إحنا أيضاً محتاجين إلى هذا النوع من التفكير، إن مشاريع اللي فيها شباب بحرينيين إحنا محتاجين إن إحنا ندعمها. يمكن أقول أنا مثلاً الفرق بين الأجنبي والبحريني قد يكون مثلاً دينار ولا 500 فلس، بس أنا هذا الدينار ولا 500 فلس أنا لا بدفعها، هي راح تدار في داخل البحرين. هذا الأجنبي اللي بياخذ الفلوس تقريباً ثلاثة أرباعها يحولها إلى عملة صعبة يطلعها للخارج، يعني ما تدار داخل البلد. وبالتالي إحنا أيضاً محتاجين لثقافة أن ندعم المنتج المحلي أو التاجر البحريني. الأخ أنا ما عرفت اسمه بس تكلم عن أين الشباب؟ نعم دكتور كامل. نعم أين الشباب؟ طبعا أنا أتكلم بعد في الورقة عن دور أو انحسار دور الجمعيات بشكل عام. يعني حتى ملتقى الشباب إحنا يعني إحنا جزء من الجمعيات الشبابية اللي بدأ دورها ينحسر إلا في بعض يعني الفعاليات يمكن الخاصة بالجمعية. طبعاً أنا أرسلت إلى يعني الشباب عندنا في الجمعية وكذا ما أشوفهم جو، هذا شيء سلبي أكيد أتفق إياك. بالنسبة إلى يعني طرحت يعني افترض إن إحنا نفكر في بعض الحلول مثل يعني المسيرات أو حتى المسيرات السلمية. اليوم أتصور هذا الخيار غير منطقي. يعني أنت بتطلع مسيرة صح، أنت بقول بطالب بالعمل، لكن خبرك عقب المسيرة هذه شنو بيصير ما تدري. أستاذ أنا يعني قدامي واجد، أنتوا سويتوا مداخلات عشان أنا شلون نرد على الأول والتالي. على السريع الساد محمد حسن عرادي يتكلم عن أن هناك في تخطيط ولكن بشكل مغاير، يعني تخطيط من أجل قتل الطموح المواطن، ويعني دفعه إلى أنه هو مثلا يفكر في أو يقبل بالأمر الواقع، أو أنه هو يعني يفكر بمثل ما تفضل بأنه هو يهرب يطلع برا البلد. يعني أعتقد يعني أنت أصبت في مثل هذا الموضوع، لكن أتفق يا أستاذ فاضل نحن عندما نقبل أن احنا نطلع برا ونكون جاليات، احنا سمحنا أن هذول الأجانب الموجودين أنهم يتمكنون وتتمكن عيالهم وأجيالهم، وهم يكونون المواطنين وإحنا نكون بدلهم، إحنا يعني إحنا خلنا نقول الغرباء. أنا أعتقد أن سياسة غاندي في الهند باعتبارنا يمكن أكثر الجالي عندنا الهند،
كان له دور كبير في طرد الإنجليز لما كانوا بسبب العصيان المدني. أعتقد إحنا محتاجين إلى يعني بعض الأفكار أو بعض الحلول كنوع من العصيان المدني إلى إلى يعني إذا أنا ما أتكلم عن اتجاه الحكومة ولكن اتجاه على الأقل هذول العمال الأجانب على أساس أنهم يعني يشوفون لهم مكان آخر. حتى الحكومة بالإمكان أن هي تفرض أو يعني على الأقل أنا قلت من شوي دور مجلس النواب، فممكن مجلس النواب مثلا يفرض أو يسن قانون أنه يكون مثلا للعامل الأجنبي في ضريبة يدفعها. أنا اليوم قاعد أجني ضرائب أو أحمل المواطن ضرائب، خلني أحمل ضرائب يعني على الأقل بشكل أعلى حق الأجنبي، إنه هو إذا قعد ممكن يدفع ضرائب. اليوم إحنا مثال الكويت، قد يكون عندهم تعسف، إحنا يمكن نقرأ أنه تعسف إلى الأجانب، ولكن هم يريدون يحفظون حق المواطنين هناك، فيفرضون ضرائب حتى على التعليم حتى على الصحة. يعني أنت ما تقدر تروح تتعالج مثلا في المركز الحكومي إلا لازم تدفع مبلغ وقدره، وبالتالي هذا يعني نوع من أنواع يعني الأساليب اللي ممكن تخليهم يعني يفكرون ألف مرة إذا بغى يشتغل هنا داخل البلد. احنا يعني فيه الاخ احمد اعتقد سال عن شنو الحلول للتغلب على البطاله. الحلول انا اعتقد ان ما نحمل فقط الجمعيات الشبابيه ولا حتى قطاع الشباب. اليوم احنا كمجتمع مدني مطالب ان احنا يعني نشوف حل الى مشكله البطاله، اذا على الاقل اتجهنا الى البطاله. ولو انا يعني ارد وارجع اقول ان يعني تحديات الشباب مو فقط العمل، هناك كثير من التحديات، ولكن اذا يعني بغينا نناقش موضوع البطاله فهي يعني مسؤوليه الجميع وليست مسؤوليه مثلا قطاع دون اخر. يمكن ارجع بعد الى الدكتوره هدى، قالت ان احنا خلص دورنا. لا، ما خلص دور احد، لدام احنا موجودين كل واحد عنده مسؤوليه معينه تجاه هذا يعني تجاه الشباب، خلنا نقول باعتبارهم يعني عمد من عماد هذا الوطن، فكل واحد له دور، كل واحد له مسؤوليه في اي يعني في اي جمعيه كانت، سواء كان في قطاع جمعيات المراه والله جمعيات الشباب والله جمعيات السياسيه والله نواب والله شوريين، كل واحد يتحمل مسؤوليته، لان هذا مو هم خاص باصحاب الهم نفسهم. صحيح يمكن احنا نعمل نقول للشباب، ولكن هذا بعد مسؤوليه الجميع حتى ما يصير عندنا يعني حاله من الاحباط وحاله من يعني اليوم يعني موضوع العمل او موضوع هذه البطاله هي قنبله موقوته. انا ما اعرف في اي يعني اي وقت ممكن تنفجر، واذا انفجرت شنو ممكن تسوي. فاحنا جميعا مطالبين ان احنا يكون الينا دور. اتصور انا غطيت المداخلات، شكرا جزيلا. الحين نترككم مع الرفيق مجيد عشان يعقب على التساؤلات والمداخلات. ما شاء الله استاذ حسين غطى كل المداخلات، رد عليها يعني. يمكن عندي مداخله بسيطه قبل اغلاق الندوه، الا وهي بالنسبه لهذه الندوه هي ليست ندب حظ او شيء. احنا اليوم قاعدين نطرح، خلينا نقول ناسس او كمحاوله ان احنا نجمع الجماعات الشبابيه وذات الاختصاص انهم يكونون ايد واحده، ومثل ما احنا وبالنيابه عن قطاع الشباب والطلبه في المنبر التقدمي اوجه الدعوه لاي شخص مهتم او مختص سواء من جمعيات المجتمع المدني القطاع الشبابي واي شخص، ان احنا نكون ايد واحده ونحاول نضع الحلول، ناخذ دورنا كمسؤولية مجتمعية ان احنا
نضع الحلول، نتواصل مع الأشخاص المسؤولين، أي حلول ثانية للقيام بالقطاع الشبابي خصوصا في مملكتنا العزيزة. وهذا يمكن جزء من رد على أستاذ محمد العرابي، ما أعتقد أن في أحد يقبل أن يتخلى عن وطنه بأي شكل من الأشكال، خصوصا ولقناعة تامة البحرين مش مفلسة اقتصاديا. البحرين لطالما عندي قناعة تامة البحرين فيها خير، بس خيرها لغيرها، هذا اللي صاير. ومن حقي ان انا احارب علشان انا اخدم وطني، علشان اكون انا والشباب اللي حوالي ان نكون عماد هذا المجتمع اللي نتمنى انه يتطور، يكون في مصاف الدول المتقدمة. بالنسبة الى ما طرحت الدكتورة، لو نرجع شوي تاريخيا، مع نادري مثل ما انت عندك حساسيه للتاريخ، انا عندي حساسيه للتاريخ والحصر نفسنا في التاريخ. لما نرجع للحركه الشبابيه والطلابيه والنقابيه كذلك، من بعد الثمانينات شهدت ضربه امنيه قويه في جهاز من قبل من الدوله، وصار انقطاع كبير، وجت ثلاث أجيال لحد ما جاء المشروع الإصلاحي للوطن. سبب انقطاع كبير ما بين هذه الفئات، ما صار في عملية بناء لأجيال جديدة بحكم الظرف الأمني، يمكن هذا أهم الأسباب. نتفاجأ لما جاء المشروع الإصلاحي، صح كان في حماس كبير في البداية من قبل القطاعات الشبابية، لكن في جانب مهم ألا وهو اولا هذه المشاريع الاصلاحيه جد موازيه الى سياسات النيو ليبراليه في البلد، فصار محصور الشاب في تامين لقمه عيشه. لو يمكن طرح الدكتور وين المجامع الشبابيه، المجامع الشبابيه معظمهم مشغولين من 8 الى 5 او من 8 الى 6 في لقمه عيشه، تامين لقمه عيشه، والبعض يخاف انه ينخرط في هذا العمل، يخاف يفقد لقمة عيشه او يتضرر او مضايقات. غير هذا، علاوه على هذا، تغيرات الايديولوجيه والنفسيه للمجتمع للاجيال الحديثه، صار في تغير كبير، صار لا مجتمع واعي الى احتياجاتهم، الاحتياجات تغيرت، ما عادت الاحتياجات اللي كانت في اجيال السبعينات والثمانينات تنفع مع الاجيال اللي بعد. في احتياجات جديدة، في طموح جديدة. المؤسسات المدنية للأسف، المؤسسات المدنية وحتى بما فيهم الجمعيات السياسية وحتى بما فيهم أعتقد وخصوصا آخر كم سنة حتى المنبر الديني ما عاد يستوعب هذه. صار في نفور من قطاعات كبيرة للشباب توجه للعالم الافتراضي، السوشيال ميديا وما إلى ذلك. صار عندهم بالنسبة لهم هي المساحة اللي يفرق فيهم ومشارك فيها، اللي تشاركهم مع نفس الاهتمامات. فعلينا احنا كمؤسسات بشكل صح من مسؤوليتنا، احنا بالفعل احنا الامكانيات اللي عندنا وان كانت ضئيلة، لكن نحاول نحن نستقطب ونوجه، كذلك نستوعب هذا الاحتياجات، نحاول ونحاول نتبناها بصراحة، بس في نفس الوقت علينا. وهذا أعتقد إن شاء الله هذه العلاقاتهم، هذه الندوة هي تأسيس إلى بداية حلقات حوارية وتأسيس حراك مجتمعي بالشكل الصحيح الواعي لبناء هذا الجيل بشكل أنسب بما يتناسب مع احتياجات الديرة. الديرة ترى محتاجة لأبناء، وفي النهاية ما يشيل هالديرة لأولادها. وشكرا. هذا في الختام أشكر الأستاذ حسين والأستاذ مجيد على ورقتهم، وأشكر السادة الحضور على إنجاح هذه الفعالية، وشكراً.